فاتحة سليم السليم ياك نعبد وياك نستعين من الصبر صلاة الله. وتفكرنا بشأن صلاتك اللي كنا ننساهن. اليوم نراكم على الخشوع لعلنا نخشع إلى الله الخشوع الحقيقي، لأن اليوم أكثر الناس عبادات وعلمة ورواحة ومجيء ورمضان عادي. لذلك العادي ما بتعطي فائدة. نحن وجدنا أهل السير والسلوك صار منهم فائدة لأنه لهم نية ولهم وجهة. ساس كان ماله نية، لو إجا كل يوم على الدرس لو يمكن إجا على الذكر ما بستفيد. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذول أهل الصلاة قسمين، عارف وغير عارف. العارف دائما في صلاته دائمون، دائما في الصلاة، إن أكل وإن شرب وإن نام وإن قعد دائما في صلاة. ومثل حكايانا نحن صلاتنا في الخشوع، والخشوع هي روح الصلاة. كالإنسان مو له جسم وله روح، لما الروح بتروح من الجسم الجسم بيبقى مهمل، تطلع ريحته منتنة بيموت اسمه ميت. كذلك الصلاة، الصلاة جسمها ركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها وقعودها وما شابه ذلك، لكنه روح الخشوع. أنا نحن نعلم لما كنا نشوفهم يصلوا في الحجاز ما رأيت واحد منهم بيعرف الخشوع. هو عم بعمل شويك، عم لفته، عم بعمل دقنه، عم بعمل، لا، لو سجى لو خشع قلبه لسكنت يده كما قال صلى الله عليه وسلم. لو كان القلب خاشع كان ما اشتغل لا بالعقال ولا اشتغل في اللفة ولا اشتغل في الدقن ولا اشتغل في الإيد ولا اشتغل إلا المسواك، لكل لأنه سنة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، على الدوام، لأن الصلاة روحها خشوعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. كبيرة لا، كبيرة هذه حقوق يؤديها، لكن الصغائر هذول كلها بكفرها الصلاة. وذلك الدهر كله، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها، بل قد يكون ليس له من صلاته ولا شيء، بس الحق سبحانه وتعالى بعد ما بيخلص بلفها وبضربها بوجهه بقلعه هي أهل، لأنه ما قبلت ولا ارتفعت من أرضها حتى أتى على الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما هذا الحديث يفهم من الإنسان ما بس يفكر شيء في الدنيا، لا، الدنيا دنيتين، دنيا ممدوء نعمة الدنيا مطية المؤمن. كان سيدنا عمر يجهز الجيش وهو في الصلاة، هذه كلها صلاة، كلها في الله، بالله، لله. لكن بده يبيع، بده يشتري، بده يروح، بده يوعد، هذه الممنوعة. الحديث مو على إطلاقه، لا، الدنيا ما هي مزمومة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الدنيا جيفة وطلاب وكلاب، نعمة الدنيا مطية المؤمن، يعمل هكذا وهكذا. الدنيا بحسب نيتك فيها، ليش؟ أنت تشتغل، تشتغل تقدم لأولادك لعيالك، هذه بتكفر السيئات، بده يكون أجمل، عم بتزرع، عم تفلح، تشتري بدار كويس والأرض الطيبة وبالطيبة وبتفلح وبتزرع، هذا كلها عبادة من أولها إلى آخرها. جاب الرجل الطبخة سلمها للزوج وراح على شغلته، أخذت المرأة منه طبخة، بدها تقطع، بدها تغسل، بدها
تشعل البابور، كل مشخة اللي عم تمشيها حسنة، كل فشخة من فشخات اللي عم تمشيها حسنة. هذا هو الدين الصحيح، ديننا هكذا. أكلنا عبادة وشربنا عبادة ونومنا عبادة وبيعنا عبادة وشيرنا عبادة، بس ما نكون نعمل لغير الله هذا اللي ما هو عبادة. وهذا مين من كان بقدر بسويها؟ صاحب العادة، اللي صلاته عادة وأعماله عادة ودقنه عادة ولفته عادة وكل شيء له عادة، كذلك ماله من الله ولا ذرة. أما الدنيا، نعمة الدنيا مطية المؤمن. أهل الله عندهم البيع والشراء والنوم والأكل والشرب، كله اسمه عبادة. ليش؟ أنه النية موجودة، النية هي روح الأشياء. ما بعمل عمل من الأعمال إلا بنوي فيه النية. كذلك الصلاة، دخل في الصلاة وصار يجهز الجيش، هذا كله من الصلاة اسمه، بل روح الصلاة، بل روح الدين. لكن إذا كان بده يدخل في الصلاة وبيع ويشتري، إيه؟ كأنه هذا جاهل عم بيقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما قدر لماضي غيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، ويحك كله بعز ولا تأكله بذل. الأشياء يا أولادي كلها مقدرة، لا تقدر تقديرات عقلك الناقص الصغير الضعيف. كل شيء عنده بمقدار. بتحط أدنيك بتغطي أدنيك من البرد، هذه عبادة، ولك فيها ولك فيها صدقة والله. أخذت شيء للبيت، هذه عبادة، لك فيها حسنات وصدقات إلى آخره. مو بس اللي بتعطيه، تأخذ اللقمة تحطها بتمك، هذه لك فيها صدقة. تعمل زوجتك، تعمل أبنك بردان، تلبس كيف تتغطى، هذا كله لك فيه صدقات، كله حسنات. هذا دين الإسلام. مو دين الإسلام بس على زعمك أنت، الصوم والصلاة والبيع والشراء، ما أنا مأمور فيه، مأمور في البيع والشراء. بل نحسن البيع والشراء، لا نخون، لا نغش، لا نخبر حرام، لا نقدم، لا نأخذ، لا نقول هالسرعة ما في مثلها. لا، بيجي عليك أقول لك بدي السرعة الفلانية، إن كان عندك تعطي، ما عندك قل هذه موجودة عند فلان، تروح لعنده وفلان هو بيعطيك إياها. هذا من الدين، هذه من العبادة، هذه من رب لوح المعرفة الإلهية. مو الإنسان إنه بس الصوم والصلاة والحج والزكاة دول مفروضات عليه، والبيع والشراء ما مفروض عليه، والأكل والشرب ما مفروض عليه، والنوم ما مفروض عليه. لا، كل واحد إن صاب وإن صلى وإن نام وإن ركع وإن سجد وإن أكل وإن أخذ وإن عطى، كل هذا اسمه عبادة. بس كون يا أولادي بالحضور، ما كون غائب، ما كون حاضر الدغن دغن غائب العقل، لا، لازم يكون نحن بالحضور. كما كان يقول الآخر، أخذ من قوله: وهو معكم إنما كنتم، إنني معكما أسمع وأرى. كان يقول: الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. كنت أتمنى أن أرجع الأمر أمري 3 سنين ويقولي أمشي على هذا السير. هذا صاحبه سيدنا سهل التستري رضي الله عنه، كان عمره 3 سنين، وكان له خال أخو أمه، وكان هو الشيخ المرشد ذاك الزمن، اسمه الشيخ محمد ابن سوار. هذا كان ينام، قام بالليل، قام الصغير، قال له نام، قال له نام أنت، لك نام، نام أنت، توضى، توضى معه، صلى، صلى معه. إيش عم يعمل مثله؟ وجدوا هذا مواظب، ابن 3 سنين، ولادي ابن 3 سنين، هي العناية الإلهية اللي بتجي للإنسان. قال له: يا ولدي بدي أعلمك كلمات. قال له: نعم مولاي. قال له: قول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. الله شاهد قلبه، ناظر جسمه، ومع قلبه وجسمه بآن واحد. هذا الولد صار يقولها كل يوم، كل 24 ساعة مرة، بعدها صار يعملها مرتين، وصل لل 11، هذا أكثر من 11 ما بتحمل الإنسان، صار يقولها وصل لل 11 مرة. هذا الولد هذا صار يقظ، صار كله نور. قال له: بابا يحط يعلمني القرآن، لكن حطني كل يوم ساعة بس.
بخاف لا قلبي يفقد، يرحم روحه روح قلبه، ما أجمل وما أجمل قلبه. حطوا أبوه عند الشيخ، بظهر الشيخ كان من أولياء الله. الشيخ توجه لهذا الولد، عبارة عن ساعة ويروح. الأولاد غاروا، راحوا حكوا لأبهاتهم، وجهوا أبهاتهم على الشيخ زعلانين. قالوا له شيخي؟ قال له نعم. قالوا له هدول مال أولادك؟ قال له نعم. قال ليش بتدير بالك على سهل التسري وهدول ما بقيت تنجقهم؟ سكت الشيخ، الشيخ مخمر مخمر من الولد. قال لهم عدوا هنا عندي تأجي الأولاد كلهم. قال لهم يا أولادي بكرة كل واحد يجي يجيب معه جيشته، أي ما يحكي عم بحكيها فهموها وما تصير عليها، كل واحد بكرة يجيب معه جيجي، وانتو يا سهل بكرة جيب جيجي معك طيبة، وانتو يا أبهات كمان تعوا مع أولادكم. طيب بظهر الشيخ كان محترم معظم. اجوا تاني يوم كل واحد جيب جيجي وسهل جيب جيجي والأبهات اجوا قعدوا. قال لهم يا أولادي كل واحد ياخذ جيشته يذبحها في محل ما يشوفه حدا. طيب طل هذا طلع في العوجة ذبحها، هذا عم بالأبو، هذا في المطبخ، هذا بسطوح، هذا بالمغارة، ذبحوا اجوا. وسهل هلأ بجي شوي، بجي الظهر، بجي العصر، بجي اجا ولا جيب جيشته طيبة؟ لا لا، وهدول قاعدين عم استنوا. يا ولدي ليش ما ذبحتها؟ ابن 6 سنين خاف. قال له شيخي قلت لي ذبحها في محل ما يشوفك حدا. قال له نعم ولدي. قال له سيدي وين اجي اشوف الله شايفني؟ قالوا له الابهات شيخي والله زهدنا هذا في اولادنا، منو ما بحبوا هذا؟ هذا الارض اللي بمشي عليها بتحبه. وراحوا الابهات والولد ختم بسرعه. لما ختم بسرعه هذا الولد كله نور، صار يشهد قلبه ساجد. يسال العلماء القلب يسجد؟ قولوا لا، الأعضاء السبعة الحديث. يسأل العلماء الأعضاء السبعة تم. صار الولد صار عمره 13 سنة وهو يسأل، ما حد يجيبه لأنه العارفين بالله قليلين. ولادي لا تنغرون كثيرين، لا جدا قليلين في العالم هذول العارفين. بلغوا أنه في عارف بالله في البصرة، استأذن والده وراح إلى البصرة. دخل على البصرة وجد شيخ محترم عارف بالله، طبعا العارف بالله ولادي انفاسه واكله وشربه ونومه كله عباده مع الحضره الالهيه. من دخل قال له مولاي؟ قال له نعم. قال له القلب يجد؟ قال له نعم ولدي الى الابد. بقى الفقير بزيد عليه بقول القلب ساجد من الازل الى الابد وما رفع راسه من السجود البتة، لذلك قلوبنا ما بين بيد الله، قلوب الخلائق بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هو، مو نحن، مو صاحبي غلط لأنه نفسه مزكية. وهكذا الشيخ الولد سهل سيدنا سهل قعد عند هذا الشيخ إلى أن رباه وصار من الأكابر. هذا كان في القرن الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الأيام طلع، فهذيك الأيام كان الرهبان كثيرين، يعني المتعبدين كثيرين. إجا هذا على باب محل ما عم يتعبد أحد الرهبان في صومعته، طرق الباب طلع قال ما تريد يا ولدي؟ قال مولاي ممكن تدخلني لعندك أتعبد معك؟ قال إيش دينك يا ولدي؟ قال له دين إسلام. قال له روح روح روح. قال له ليش ليش ليش؟ قال له لم يكن أكثر من 3 أيام تم غير أكل، لكن المسيح بقي 40 يوم. قال له طيب إذا دخلت لعندك أنا 40 يوم ما أكلت تدخل في ديني؟ قال له نعم. قال له أنا بدخل في دينك إذا ما بقيت 40 يوم. فتح له دخله لعنده، قعد عنده 40 يوم بدون طعام ولا شراب ولا شيء ابدا، مواصل 40 يوم. قال له هاي 40 تمت؟ قال له دخلت في دينك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقال له مشان خاطرك 10، مشان خاطر اسلامك كمان 10، بقي 50 يوم. هو عادته كان كل شيء 30 يوم ياكل له اكله، اكله صغيره من صغره هو رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان شأنه متسهل سيدنا سهل التسري وسيدنا أبو يزيد البسطامي. سيدنا أبو يزيد البسطامي يوم الأيام ماشي بالطريق وقال له بيجي رجل، بقف أمامه سلم برمي السلام. بقف أبو يزيد بوس إيد أبو يزيد حطه على رأسه، بياخد توبه بشمه بتبارك بارك وجهه. أبو يزيد واقف
يستعمل توبه وإيده وإجره وإجدعنه وشعره هذا ساكت. ديت راح الرجل قال له واحد ما هذا؟ ليش يبشوني؟ قال له يا أخي لو كان الله ما أرد وما علم وما دل هذا شيء ما أقول إلى الله، هو بعته حتى يعطيه شو بطعبيدي أنا؟ أنا أمنعه؟ وهذا الحق يا أولادي، الوهابية ما فهموا الشكل هذا أبداً أبداً أبداً، إن هذا لا يجوز. قال له ليه؟ سيدنا يوسف عليه السلام لما بعت قميصه لأبوه سيدنا يعقوب ليش فتح من العمى؟ قلب أعمى. هالجماعة وكثيرين عشاكلتن، ها عندك في بلدك كثيرين عشاكلتن، هذول أول باب يدللوا ودللوا إنه ما عندهم كرامة أبداً. مع كون الكرامة للإنسان كثيرة جداً جداً، الكرامات ما في أكثر منها، خصوصاً إذا واحد صدق مع أهل الله كل نفس من أنفاسه بطالع له كرامة غير الأولى، كل نفس من أنفاسه كرامة من أوله إلى آخره. فهذول الوهابية وما شاكلهم بعيدين، هذول قلب مقفول أقفال، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفال؟ من على قلوب أقفال مقفل وعد، أقفال طويلة عريضة. يا رجل الولي كله كرامات، نظره كرامات، ترك للدنيا ترك للآخرة، هذول أهل الله، أهل الله ما عنده غير المولى. كان سيدنا أبو يزيد رضي الله عنه قرأ آية قرآنية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال طلع الدم من عينيه سيدنا أبو يزيد وضرب في الحائط، قال أين من يريد المولى؟ بقسمتوا لي قسمين. هذول أهل الله يا أولادي علوم بياخذوها بالإشارة بالألغاز بالرموز، ما بالإيش بالعبارة. الله عم بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد المولى ومن يريد الآخرة. قال أين من يريد المولى؟ شو هاللفظة اللي أتى بها سيدنا أبو يزيد؟ لفظة فهمان، أي مولاهما. ما قال الله ولا الرب ولا ملك ولا قدوس ولا سلام. ما أجملك يا سيدنا أبو يزيد رضي الله تعالى عنك وأرضاك، أي مولاهما. من سير في الدنيا، من صوم في الدنيا، من جوع في الدنيا، من ناكل في الدنيا، نشرب. ليش يكون المولى أمرنا؟ أمرنا بالطعام بنأكل، أمرنا بالصيام هلأ في الليل بنأكل، في النهار ما بصير نأكل، أمرنا بالقيام بنقوم، أمرنا بالنوم بننام. ما في وحدة أرجع من وحدة أبدا، الأمر واحد. أمرك بالقيام بتقوم، أمرك بالنوم بتنام، أمرك بالصيام بالصوم. فهموا 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 الدين الإسلامي، لا تأخذوا هيك عن هبل. هذا الدين الإسلامي، نحن عبيد ولنا سيد جل جلاله أمرنا ونهانا. من هون الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى ما وصل إليه لما أمره ائتمر ونهى انتهى. أما إبليس لما أمره بالسجود لسيدنا آدم بده يشغل عقلياته الفاسدة، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الحق أراد، الحق لما بحكي القرآن ولادي مرادوا نحن نفهم عليه. سألوا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، يعني ما هو من العالين. العالين تعرفوا من أولادي؟ العالين الملائكة اللي فوق سيدنا جبريل، ما بعالم الطبيعة، هدول ما أمر بالسجود، أمر بالسجود اللي دون الملائكة والكلون اللي هن طبيعيين اسمهم بالسماوات السبع فما دون، هدول اللي أمر بالسجود. أما الفوق هدول ما أمر بالسجود أبداً. بقى الحق سألوا ما منعك أن تجد بيد أن تجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. جاب تكبراً، يعني ما هو من الملأ الأعلى. قال أنا خير. ليش؟ قال إيه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إيش معناها؟ يعني معناها خلقتني من نار، النار لطيفة والطين كثيف، وهل يليق اللطيف يجد الكثيف؟ قبل ما أكسفه شده كثيف. يا أولادي لو كان صادق بكلامه، أولا كلامه ليس بصدق، من حرره من حققه. قال أنا خير من خلقتني من نار، من قل له لو كان
كما تقول إن النار من شأن اللطافة، ليش من أمرك اللطيف ما أتمرت؟ تبين كذاب. ثم ثانيا منرجع منبين ومنحلل، منقول النار ما بتعطي لطافة، النار بتعطي خفة وطوشنة. بيشوف الحاسد، بيشوف الإنسان لما بيسعى بغضب شو بصير، بيشوف عينيه، بيشوف وجهه، بيشوف الحمار لما بتشوفه، بيشوفوا جسمه شو بصير من جوا، بقلب إن شاء الله ما بيشوف. من زمان بنعرفها، هلا ما بنعرفها، الحمد لله رب العالمين. فالنار من شأن الطوشنة والخفة كما هو فيه. الله سبحانه وتعالى عم بأمره بالسجود، قدم إني أنا شلون بتأمرني أجد، يعني جعل حاله أحكم من الله، يعني الله ما عنده حكمة هو عنده حكمة، معكم كذب. النار ما بتعطي لطافة، اللطافة بيعطي النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نحن منشوف إخواننا الجن، معكم والله يا أولاد إخواننا الجن كتير أذيبين، ولكن الله يساعد اللي بحبون برموه في الأرض، خير ما بدنا المحبة. أنا شفتها مرة من أحد إنسان، ما هي جميلة، بحبوا الرجل أو المرأة برموه بالأرض، أو بالأرض تكون غالبا في المحبة، وفي بعض منهم يكون إيزين أولادهم أو عايمينهم أو ما شابه، هذه تترتلعت من الخفة والطوشنة من أجل تركيبه. فشاف حاله علينا، هو من نار، نحن وإياهم، نحن والجن خلقنا من عناصر أربعة: تراب، ماء، هواء، نار. نحن الكثير فينا التراب، وفينا ماء مقدار ما يجبر الطينة، وفينا هواء مقدار ما يجفف، وفينا نار مقدار ما يصلصل يشويها. يعني هن بالعكس الكثير فيهم النار، لأجل ذلك أن الشيطان لا يدخل في ابن آدم في العروق مجرى الدم، ضيقوا عليه بالجوع، هيك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، لأنه لطيف ألطف مننا من بعض الوجوه، يعني معه خفة أخف. لأجل ذلك الشياطين والجن، إخواننا الجن على الإطلاق، ما بيأكلوا أكل أبدا، أكلهم شم، أكلهم شم. نحن بناكل لقمة وخبزة وما شابه ذلك، الملائكة لا أكل ولا شم، هي الأقسام ثلاثة. الملائكة خلقوا من نور، وهن اللطيفين حقيقة، وهدول معهم الخفة، لأجل ذلك طبيعيين اسمهم. إخواننا الجن، لأجل ذلك الإنسان إذا عمل في بيته ذبح ذبيحة، جاب عظام، العظام ليش بلاش بمحل الوسخ؟ لأنه طعام إخواننا الجن، الجن بيجوا عليها بشموها، هذا طعام إخواننا الجن. لازم تحطوا هالعظام خصوصي بعد ما تاكلوا، أنتوا بعد ما تاكلوا بتكبوا العظام، لا تجيبوها لفوق الوسخ، عملوا لها محل خصوصي نظيف وحطوها، انتوا بتروحوا وهن بقعدوا بياكلوها بشموها، هذا غذاء اخواننا الجن. فلازم تتعلموها يا اولادي. واخواننا الجن من وجه من جهه اديبين لاخر حد، جدا جدا اديبين، وبيعرفوا وبقدروا، الا انه بتغلب عليهم الطوشنه الخفه، لان اصل بنيتهم مبنيه على الخفه والطوشنه وهو النار. لانه لما انخلط النار مع الهواء، النار حرقت الهواء، صار طوشا، هواء محروق صار طوشا. لا، نحن غير هيك، نحن والراسخون، اسمنا الراسخون في العلم، نحن عن فهم عن ذوق. لأجل ذلك ما صلح أن يكون لا بالملائكة ولا بالجن يكون خليفة الله في أرض، إلا الإنسان، ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد، ما بصح إلا الإنسان. الإنسان جامع الكل، اسمنا نحن جمع اليكون. لذلك الحق لما خلقنا يوم الجمعة بعد العصر، حتى جمعنا كل المخلوقات. بتعرفوا في الحساب خانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وجمعنا جمع اليكون، هذا هو الإنسان. كل الموجود في الخانات موجود في الجمع، أما الجمع موجود في خانة من الخانات؟ لا أبدا. لذلك ما صلح أن يكون خليفة في الأرض إلا هو الإنسان فقط، غير الإنسان ما عنده استعداد. وهذا بقى لما بده يدخل بالصلاة بيعطي كل ذي حق حقه. هلا كنا قبل لما نتوجه إلى الصلاة منا نقول قدامنا القبلة ونشكل القبلة والكعبة، هذا غلط، خلطة، ديروا بالكم أولادي. قبل ما تدخل بالصلاة بتوجه وجهتكم لجهة الكعبة، قبل ما تدخلوا، قبل ما تنوا، قبل ما تعملوا شيء أبدا. بعد ما بدب عندك لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا فرش،
الله أكبر مع الحد مع الكبير مع الأكبر من الكبير جل جلاله. هذه هي الصلاة. أول أمرنا كنا نتصور كان في واحد عبد أسود من أولياء يعني الله أكبر الله أكبر مرتين ولك أخي ليش؟ قال أنتوا بيضانة بيضانة بتشوف الكعبة من أول مرة، نحن السودان ما بنشوفها إلا مرتين مرة، لا عند السودان ولا عند البيضانة، ما مطلوب منا نشوف الحجار البتة. السر موجود في القلب في الروح، وهذا هو اللي بيعطي الخشوع الحقيقي وهو الحضور. الإنسان لما بده يكون في الصلاة، الصلاة الحقيقية هي الصلة ما بين العبد وبين الرب، هذه الصلاة. الصلاة خصوصا في السجود، الإنسان بيكون في السجود الحق سبحانه وتعالى بخبره عن قضايا ومسائل. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأن السجود أفضل شيء في الإنسان، جبهته حط على الأرض لكن قلبه مع الله مو جسمه، لأن الجسم تابع، الجسم مثل الثوب تماما، الجسم ثوب مثل الثوب، اللي عم بيستعمل الثوب هو الجسم، كذلك الروح هي عم تستعمل الجسم تماما. طب الأصل لما الروح بتخشع، لأنه خشوع وصف الروح ما وصف الجسم، لما الروح بتخشع والجسم بصير تابع، ما بقدر يعمل لا حركة لا هكذا ولا هكذا أبدا، ولا ركوعه ولا سجوده، ببكي حتى بكاؤه في قلبه تجد دموع من عينيه. هذا صاحب الخشوع، لأن الخشوع لا يكون إلا بالحضور، إذا ما كان وجد حضور ما بصير معه خشوع، والخشوع هو روح الصلاة. لما بخشع الإنسان لما بجد ما بريد قيم راسه من السجود، بقى في ناس بتموا بالسجدة 5 دقائق 10 دقائق ورايح في الملكوت ما بقوله، لأنه الروح عالم ما وهذا عالم الملك، عالم عالم الملكوت، الروح عالم عالم الملكوت أي عالم الأمر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كثير من العلماء لما بتسألوا عن الروح بقفوا بقولوا الرسول وقف نحن حق، لا وحياتكم غلط، الحق بيّن الروح. ويسألونك عن الآية القرآنية ويسألونك عن الروح قل، الله عم قوله محمد قل الروح من أمر ربي، عالم عالم الأمر مو عالم عالم الشهادة، مو عالم عالم الملك، مو عالم عالم الظاهر، الروح عالم عالم الأمر. ألا له الخلق والأمر، الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، لكن الأمر هو اللي عم بيدبر، هو اللي عمال يدبر عالم الملك عالم الخلق، دبر الأمر يفصل الآيات، التدبير لعالم الروح، والآيات اللي بالحق يفصل تفصيلها لعالم الملك، عالم كل شيء عنده بمقدار. دبروا الحق من عالم الأمر من عالم الأرواح من قبل أن يخلق المخلوقات بألفين سنة، الروح وجدت من قبل العالم الجسمي بألفين عام بألفين سنة، دبروا فصلوا، يدبر الأمر يفصل آيات. ما لا تتعبوا بس إن مو إن العمل، نحن العمل إنه والله خلقكم وما تعملون، نحن إن النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية يا أولادي مو كلمة نويتوا كثير بس نويتوا نويتوا، لا تقول نويتوا وما نويتوا، النية مرتبة قلبية مرتبة روحية مرتبة نورية مرتبة لطيفة لطفية، هذا النية، هذا مين بقدر عليها؟ بقدر عليها إذا كان واحد مزكى النفس، نفسه مزكاية مطهرة، أو بصاحب أهل الله، بسمع من أهل الله، بشوف أهل الله، بشوف سير أهل الله، هذا صاحب النية. في ناس ونويت، كلمة نويت ما في حاجة أبدا نذكرها، وصلي فرض الظهر الله أكبر، وصلي فرض العصر، وصلي فرض كذا، ما بدي نويته، نويت نية في القلب، النية في القلب لا، نعم إنسان قد ينطق بالنية فرض العصر من شان اللسان يعتاد ما أكثر منه، وقال له إذا كان واحد ما فتح تمه وقال وصلي فرض الله أكبر كفى. النية مراد منها المعاني، والنية بدها حضور، تعرف أنه هناك في رب النية هو اللي أعطاك النية، قال عليك بالنية ولو نمت في البرية، وهذا هو الحق والحقيقة،
لأجزاك أهل الله. قال مرة الشعراني رضي الله عنه، الشعراني كان من العالم العلماء الكبار قبل أن يدخل في مرتبة الولاية، عد بدوي في الأزهر هيك توضأ أوام وعمل وتمشي، يا أخي تعالون عمي إجا. قال له إيش الصلاة الصلاة وضوء؟ قال له إيش هو؟ قال له ما هي معبولات. قال له ليش؟ قال له ما شو ارتيت ثلاثة ومشيت. قال له ليش؟ قال له لا، ها طلع علي شو متصلي. صار يتوضأ قدامه ويركع قدامه ويجلس قدامه ويتبقى قدامه. قال له طيب أنا بصلي ركعتين، بصلي ركعتين البدوي. البدوي قال الله أكبر، داد وصار مي. هذاك طار عقله الشعراني. بعدها صار روس، هذا كان الخواص، صار شيخه بعدها تبعه وصار شيخه وهكذا. الأمور على ما في القلوب يا أولادي، لكن الظاهر لابد منه. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل لابد من عمل. في هناك شيء ما في عمل، ما بده عمل. بيكون أنا عندي ليرات لأحج، لو عندي ليرات لأعطي للفقراء على العيد. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما عنده عمل، هذا ما عنده غير النية، وهذا قلبه صدق، هذا بكتب له الله عنده، كان عنده شعب بده يعطيه بكتب له إياها. إنما الأعمال، لأنه الحديث شقين، شق في عمل وشق ما في عمل. نية المرء خير من عمله، هذا الشق الثاني. إنما الأعمال، هذه فهموها، الحديث شقين، أنت يا طلاب العلم الحديث شقين، مو شق واحد. شق الأول هو العمل، لابد من العمل، والعمل بالدنيا. الشق الثاني ما في عمل بتاتا، ما في غير النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، مو ما عمل، عمل الأول. والثاني هو أقوى من الأول، لأنه الثاني هو للعبد، أما الأول لله، والله خلقكم وما تعملون. نحن ذات مخلوقين وعملنا مخلوق لله. إيش بده يزينه بقى؟ النية. هي بدها حضور، بدها صحبة مع صحبة أهل الله حتى ياخذوا عنهم. بقروا العلماء النفس، اليوم سألوني جماعة علم النفس، في ناس بقروا علم النفس. اجى مرة لعندي واحد وشاي كتابه بيده، كتاب علم النفس، سألني بعلم النفس، أجبته. لما سألته ما أجابني، شال الكتاب وطلعه في الأرض. قلت له ليش؟ قال كنت أظن حالي أنا عالم من علماء النفس. قلت له ليش؟ يقولوا في أنفسكم أفلا تبصرون، هذه بده الإنسان تكون نفسه مزكاية. أهل علم النفس بشوفهم بقروا علم النفس وبشربوا سيكارة، سيكارة مضربة على الإطلاق. الآن قد يكون عنده قوة منعة بتدفعه، لكن بعد ده ضره، بشرب خمرة، بلعب بالأقمار، بكذب، بخون، بغش، هذا ما كان بالنفس. علم النفس، النفس اللي فيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل شيء مخطر في البال موجود في النفس لأجل صالح أن يكون خليفة في الأرض. هذه بقروا علم النفس قراءة، دراسة، بدون فهم البتة. ما شفت مرة من يوم من الأيام واحد من علماء النفس إذا سألته بجيبك أبدا، جيبك علما. والعلم، العلم ما بكفينا نحن، العلم بده يكون واحد ذوق يذوقه. أنا إذا سألت عن حديث نبوي، عن آية قرآنية أو كلام، وقلت لكم شيء الحفظانه، أنا ما أجبت، أنا نقال أكثر من ما فيه. لكن لما بدي أسأل الله عم بيقوله أما السائل فلا تنعر، إن له السائل بدك تعطيه جواب من عندك، وهذا إيه ما تكون جواب من عندك الحقيقة. إذا عرفت السائل قبل كل شيء، لا يجوز الإنسان إذا سؤال يعطي الجواب على حسب سؤال أبدا، أي ما بعرفه إلا العارفين أهل الله. الحقيقة يقولوا أما السائل فلا تنهر، ما قالوا أما السؤال. والله يا أولادي كثير ما رأيت بيسألوني السؤال، من يضمن السؤال؟ شو بده يضمن الجواب؟ ما معقول يفهم الجواب، ما معقول أبدا. نرجع بنقول لهم يا أخي السؤال مو هيك، السؤال كذا وجوابه كذا. بفهموه من أجل ما يكون عصبون. لكن بيسألني سؤال، يا لا يا رأى في كتاب، يا أما حفظان، يا حدا قال له اسأله. أكثر من هيك، سيدنا الشافعي رضي الله عنه أول ما راح وصغير راح يطلب علم في المدينة المنورة على ساكين أفضل سام عن سيدنا مالك. وسيدنا الشافعي كان ولد صغير ويتيم، إجى على قافلة لقاهن عمال يفطروا، رمى السلام أو تفضل، أكل معهم
قالوا انت من اهل البيت وانت عربي من سلامك ومن اكرمك. قالوا ايه؟ قالوا ما بتاخذين معكم على المدينه؟ قالوا بدنا اجره. قالوا ما عندي بفلس شان العلم لله تاخذوا وجه الله. اخذوه، ما هو شاهد هذا ولا صغير كان، اخذوه سيدنا مالك. سيدنا مالك امام حقيقه، الامام سيدنا مالك رضي الله عنه قولا وفعلا وحالا. سيدنا مالك بيعرف القاعدين كلهم هذا بيرك يمد ايده يفحص ويكتب اصواته، لكن لما يسال سؤالاته في محله بعد ما خلص بعد جابه قال له يا ولدي ما اسكاك وما اجملك، اه لو كان مات العقل. قال له ايش بالعقل؟ قال له بتلعب تم. قال له لا مولاي، لما بتحكي الحديث بخاف ما اذا ما احفظه بكتب حتى احفظه. قال له بريقك؟ قال له نعم بريقي. كان ذكي كثير سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. المقصد بعد الى ان طلب العلم عن سيدنا مالك رضي الله عنه، والتلمذ عنده سيدنا احمد بن حنبل تلميذ سيدنا الشافعي. لما خلاص سيدنا الشافعي رضي الله عنه، سيدنا مالك في الاخير غني، صار عنده غنى غنى كبير. قال له يا ولدي ما بسيطوا على اهلك الا قاسمك في مالي. قال له مولاي دخيلك هذاك. قال له لا يمكن. قال له مولاي دخيلك، ما بقدر ما بحسن، امي ما بترضى كذا. قال له لا يمكن. شيخه ما يمكن يخالفه، اعطاه كانه 40 بغل، حمل له حمال مع عبيده ومع مع الى اخره، واخذه وراح. اجى وين بيته؟ في مكه. قبل ما يدخل البغال دخل هو قبل عند امه، قال له ماما سيدنا شيخنا سيدنا مالك ما تركني اجي لقاسمني ماله. قالت محمد والله ما بتدخل بدرهم وفي جوعان في مكه. رجع وزع المال وعمل ودخل حاله. هذول الامهات اولادي، هذول الامهات الصحيحه. قالت محمد والله ما بتدخل بدرهم واحد وفي جوعان في مكه. رجع سيدنا عند زين وهكذا. شاهدنا مشان سيدنا الشافعي كان يكتب في اصبعته يكتب الحديث. هالكتابه هي الذكر عنده قوه حافظه. كان رضي الله عنه شكوت الى وكيع عن سوء حفظي. له شيخ اسمه وكيع. شكوت الى وكيع عن سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال له اذا كان بدك العلم، العلم الحقيقي كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا هو العلم. هذا منين بيجي يا اولادي؟ بيجي من المحاسبه. لا تخلوا كبر دعنكم ولفتكم وصامكم وصلاتكم. الدين المعامله، الدين الحقيقي اللي ما بحب الليرات، اللي بحب الليرات ما بصغر، اللي ما بحبه بيعطي كل ذي حقا حقه. هكذا كان الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كله نور. كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، سلس للنوم وسلس للمطالعة وسلس للعبادة. وكان يقول والله من 16 سنة ما شبعته سيدنا الشافعي رضي الله عنه. وكان وصل لمرتبة كان أحد الأوتاد الأربعة. هذول في موجود عند أهل الله نسمع ما عليه شيء ناخذها إيماناً. الغوث واحد في الوجود ما بصير اثنين، والإمامين تحت إيده الوزيرين اثنين. لكن الأمر الغريب وزير الميسرة عندهم أعلى من وزير الميمني عندنا. نحن عندنا وزير الميمني أعلى. هن ليش؟ لأنه بنبرك الباطن قدام الظاهر، هاي اليمين قدام اليسار واليسار قدام اليمين. وين بتصدق معنا؟ فإمامين وفي أربعة أوتاد، الجهات أربعة، كل جهة واحد حاميها وحاملها ومسؤول عنها، مسؤول عن الصغيرة والكبيرة. كان سيدنا الشافعي أحد الأربعة. وكان سيدنا يا نايمين قدو. كان سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عارفا بالله. كان سيدنا مالك رضي الله إمام. كان سيدنا أحمد حنبل كان صديق. هذول ما وصلوا بالقراءة وبالمعاشات وبالقرقرات. ايه يا أولادي ما كان هيك. سيدنا الشافعي من صغره يحب أهل الله، لكن سيدنا أحمد بن حنبل بصغره ما كان يعرف الشيء. حتى له ابنه له مسند عبد الله، لازم ما ناخذ عنه هذا أبدا.
سيدنا أحمد محمد أبو الميميل ما يعرف، كان يعتقد الماء بالطبع لما الوجود في الوجود، كان يظن. الشافعي قال له لا يا ابني يا ولدي، كان يحب شيخه كثير السيد الشافعي، والشافعي يحبه. يوم من الأيام قال له يا أحمد بدي أخذك على ولي مولى الله راعي ابن. قال له راعي ولي؟ قال له قال له طالب علم؟ قال له لا. قال له شو بصير ولي؟ قال له لكن بدي أخذ عليك شرط أساسي ما تسأله، ها كون سألته بجيبك وأعلم منك. قال طالب علم؟ قال له شو أعلم مني؟ ما تدخل فكره. أخذ عليه وأخذ سيدنا الشافعي عن سيدنا شيبان الراعي، دخل وغلم وخذ. قال له بدي أسألك سؤال لسيدنا شيبان. قال له تفضل. قال له بدي أسألك عن الزكاة. قال له تسألني عننا اللي عندكم. قال له كمان في عندنا؟ قال له معلوم يا، عندكم جمال عليها الأدار، الغنم عليها الأدار، البقر عليها الأدار، الليرات عليها الأدار، سيدي من أنت التجارة عليها الأدار، كل شيء عليها الأدار، هذا عندك. أما عندنا كله زكاة. الفقير مزيد بقول ونحن مع المال زكاة لله سبحانه وتعالى. وهكذا زي زكاة الفطر رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، هكذا كانوا. بعد ما طلعوا قال له سيدنا الشافعي ليش هيك سأل؟ قال له أنا والله ما بعرف، إني واعد وين ما طب علم، كأنه ما عدت عليه الآية واتقوا الله وعلمكم الله، كأنه ما عدت عليه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أولادي لما بتحاسبوا أنفسكم، وأصل المحاسبة والله من عند الله كمان، كمان كله من عنده. الله وفقنا للمحاسبة الصغيرة والكبيرة، حتى خلاف الأولى، حتى الإنسان ما بعود بقدر ما عنده استعداد يعمل مخالفة ولا خلاف الأولى. هذه إلى نتائج إلى ثمرات. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا اسمه العلم الثاني. في علم ثالث، علم الثالث هذا للأفراد، علم لدن. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. لأن واحد ممكن يدعيه، هذول ركنين، بس كانت تدعوا اصطفل، بده يكون عبد وبده يكون رحمة خالص. مرة سألت لكم لواحد بدي حاله الغوث، كان بده ياخذني والله حفظني من زمان 40 سنة 42 44 سنة. بعد قلت لك يا أستاذ مات رحمة الله عليه. قال نعم. قلت له قال عم بقولوا فرعون بده يدخل الجنة، هيك عم بقولوا، ما أم أنا عم بقولها. قلت له عم بيقولوا. قال فجر فنتم هل فلتان. أهل الله أحد الركن العظيم عندهم هو الرحمة، والركن الأقوى منه العبدية. فوجد عبدا نكروا للتعصيب من عبادنا، نسبوا الحظ إلهي إليه. فوجد عبدا آتيناه رحمة، كمان عظمها، هذه جامعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. باطله فيه الرحمة، واعلموا أن فيكم رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة. فهموا الآيات والحديث تطلع معنا تمام، تطلع معنا بفهم بفهم بفهم. قول كف عدس أولادي، إذا أردتوا تعرفوا الله، أنا بتكلم بالله وبسمع بالله، أنا وأنتوا كلنا، لكن الفرق واحد عم بيستعمل هالجوهر والآخر ما عم بيستعمل هالجوهر. وألا إذا راد واحد يغمض ما بقدر ما بقدر أشوف الله. ما أجا يوم من أيام ما في الله، والله ما هو جسم مثل ما بيقولوا هدول الوهابية وغيرهم، هدول أهل جهاد يقولوا الله فوق، أجوا وتحت ما في الله. وين بتروا في الآية وهو معكم أينما كنتم إنني معكم ما أسمع وأرى؟ وين بتطير؟ ما في عنده جواب أبدا. وما بيجوز الله يكون جسم، الجسم بده محل. والله عم بيقول إن الله غني عن العالمين بعد ما قال أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو وحده هو الغني الحميد. قال إن الله غني عن العالمين مطلقا. لو كان جسم ما هو غني، كان بده محل يقعد فيه، بده جهة يقعد فيها. لا، الله نور السماوات والأرض، بل الأنوار كلها من نوره جل جلاله. هذه بدركوها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تكلم من هالمرتبة، قال إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها. كل أفراد الوجود كان على الكفار حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان صلى الله عليه وسلم كل سيره ما كان يحب قتل الكافر أبدا أبدا أبدا. أي ما شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي الدرجة السادسة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه،
كان يحب قتل كفر الكافر، بس راح كفره صار حبيبه، صار رفيقه، ما بقتل العدو، بقتل عداوة العدو، ولا راحت العداوة صار صاحبه حبيبه، وهكذا. أي أنا ما رأيت غير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيجي بالدرجة زي سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق يا أولادي من قبل الإسلام كبير، من قبل أن يدخل في الإسلام وهو صغير ما سجد لصنم، وكان هو زعيم قريش، وكان هو الغني في قريش، وكان هو التاجر في قريش، وكان إذا تقاتل قبيلتان ما يفصل بينهما إلا بكر، لأنه يحط المصاري من عنده، يحط من عنده مادة. كل هذا عمار رضي الله عنه يقول: تسابقت أنا وبكر قبل البعثة، تسابقت أنا وبكر فسبقت فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. أي شو هذا سيدنا الصديق؟ سيدنا الصديق يا أولادي ما كان حدا من الكفار أول أمر يتقارب أبدا ولا حدا، لأنه له يد، ما في نادر قرشي ما له يد على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن لما شافوه على زعم غالى في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عنده إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأبي أمي أنت يا رسول الله، هذول أيام قتلوه قتله حتى أنفه ما بقي بين وجهه، مو عينيه، لا أنفه ما بقي بين وجهه، صار مثل الطبل، إلى أن أخذ، بقى يوم يومين ما هو أبدا رايح ميت. بعد ما صحي شالوه في بيته، صحي فتى عينه قال: وين حبيبي رسول الله؟ أول ما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهله أمه كانت مشركة، مين بده يخبره؟ قال له: نسأله فاطمة أخت سيدنا عمر الخطاب، هذه كانت مسلمة. بعتوا عليها على فاطمة، قالت: من هذا بكر؟ من هذا محمد؟ تجاهلت مخوفة من قومة. بعتها سيدنا بكر، إجت قالت له: أمك هون يعني بتنقل عني. قال: لا تخافي أمي لا تنقل. قالت له: الرسول موجود حي. قال له: خذوني إليه، كان موجود في دار الأرقم، خذوني إليه. ما بحسن يمشي أبدا، شالوه والرسول قال: هدم أنت رسول الله، أنت رسول الله، أنت رسول الله، صليب كيف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. وطبعا هو عن سيدنا عند الرسول كمان، كان لما الصحابة يعني يزيد على سيدنا بكر يقول الرسول: أتاركون لي صاحبي، أتاركون لي صاحبي، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ما حد ذكر في القرآن صاحب إلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسيدنا بكر بعد صار يؤذوه، بعد يوم من الأيام شعره اللي براسه ما بقى منه إلا القليل، جزوا له هو، لأنه بده يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بده يهين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بحسن يشوف حاله مثل سيدنا زيد بن حارثة لما راح على الطائف كذلك، لما يرجم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجار يشوف حاله ياكل بوجهه براسه، إلى متعبى كله بشوخه، كله سيدنا زيد. هذا علامة المحبة يا أولادي، مو المحبة بالحكي باللسان، لا، هذا سيدنا الصديق رضي الله عنه اللي لم يبقى برأسه إلا القليل من الشعب، جزوله رأسه قد ما قتلوه. وسيدنا زيد بن حارثة لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض نفسه إلى الطائف وصار يضربوه بالحجار، يشوف حاله أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي على رأسه أو الجواب بس ما يسيب للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يا أولاد، هذا الدين الحقيقي. فسيدنا الصديق كان من صغره بدأ بنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. هلا كثير ناس بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل لي قرات وقالات، أنا ما رأيت واحد اشتغل في هالشغل وصار من السمر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم، وهي ثم للتراخي، بعد سنة، 10 سنين، 20 سنة، الله أعلم تيتكمل. حتى لما بده يأمر بالمعروف والمنكر إذا ما أخذوا عنه بسكت، أما اليوم إذا أنت نهيت عن واحد نهيته وما انتهى بتقيت له بالسبه وما شبه ذلك. لا، دين الإسلام مو هكذا، ابدأ بنفسك قبل كل شيء. الإنسان بيبدأ بنفسه تا يكمل. هناك يا أولادي لما بأمر حاله بأمر بيأخذ عنه الكبير والصغير، إيه؟ ما بيشهد حاله هو اللي نهى، لا، بيشهد الحضرة الإلهية. قلنا لهم اليوم لك أنتوا بتأدبوا أولادكم، وأنتوا يا معلمين لما بتضربوا الولد بتضربوه ضرب انتقام،
أنا أشهد أنه لا يستفيد الولد أبداً. لكن بعلمكم علم صغير وهذا رأينا، لما بدكم تضربوه لا تنتقموا، لأنه ما كتب عليه لسه، القلم ما كتب عليه، انكسر إلى الله قل يا رب يا رب هذا عبدك هذا ابن أمتك، ما بشوف إلا هداك صار من أحسن الناس وأطوع الناس إليك. هذا الطريق، لأنه اللي أدبك بيأدب ابنك أو بيأدب تلميذك أو ما شابه ذلك. أما أنت مؤدب تتأدب. من هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، قبل أن يأتي للرسالة أدبه في مرتبة، هناك مرتبة الأدب. أهل الله اللي من بقروا الأدب ألف ودال وباء، إذا راح الألف ألف الزاد ضل دال وباء، البقرة بفهم دال وباء شو بتقرا، هيك ببقى الإنسان. ما كنا نحن شفنا الدب برقصوا بعلموه على الرقص، لا نحن مو هيك، نحن بدنا نتأدب لساننا وبصرنا وسمعنا إيدنا وإجرنا وإحواننا، حتى خاطرنا بده يتأدب. هذا من هناك الحق ببعثه أن يؤدب غيره. وأما ما جرت عادة الله حدا يؤدب حدا ألبته، المؤدب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الرأينا بالفعل والحقيقة. بفما بزوق من زاق، من سار على هذا الطريق، نيت تطلع معه تطلع من ثمرة التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الأدب هو روح الإنسان، الأدب والحياء رفيقه. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه ظهر بمرتبة الحياء، والأدب ظهر فيه كانت ستنا خديجة رضي الله عنها، وستنا فاطمة جمعت بين الحياء والأدب. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم محمدا وارحم آل محمد وارحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين وانصر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.